طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، بسم الله على البركة. إن شاء الله اليوم راح نشرح طريقة استحضار شهادات أوتوماتيكيا. يعني كنا البارحة أعطينا لمحة قصيرة موجزة عن الفكرة، واليوم إن شاء الله نستكمل بتفصيل ممل إن شاء الله. ف أستاذ بسم هشام، الله. لو سمحت من الصفر، يعني من البداية، كأنك أنت مغلق الكمبيوتر حتى يتضح للجميع كل شيء من البداية. إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله. واضح الشاشة صح؟ نعم، واضحة أستاذ هشام. أوكي. نعم واضحة. بسم الله. فأولا لاستدار شهادات، أولا أول خطوة هي عمل جوجل فورم، يعني عمل نسخة في الجوجل فورم. طبعا لهذه الخطوة نحتاج جيميل، أو نحتاج إيميل جيميل. هذه الخطوة الأولى. أنا فاتح مثلا عندي بالحساب الجيميل، راح نشتغل على هذا مباشرة. نروح للدرايف، أول خطوة نروح للدرايف. ولكن لا تصير عندنا لخبطة، يعني يستحسن أن نعمل أو نفتح ملف جديد، new folder، يعني نسميه مثلا شهادات الحضور. الخطوة الأولى هي تصميم الشهادة، وهذه هي التي تأخذ يعني من الوقت الأكبر. فنعمل مثلا نيو أو جديد جوجل سلايد، نصمم الشهادة عن طريق أو باستخدام الجوجل سلايد. أنا عندي نموذج على الشهادة، راح أجيبكم إياه. عندي نموذج يعني جاهز على مثلا. هذا هو أعمل له النموذج دورة. اللي إيه هذا نموذج لشهادة الحضور، نموذج جاهز، لكن سأريكم كيفية مثلا تصميم هذا النموذج. فقط نعمل نيو سلايد. هذه سلايد جديدة، طريقة التصميم. أولا نحتاج إلى خلفية عندنا جاهزة. يعني أقوم برفع الخلفية من على الجهاز. So we do resize، نعمل adjust للصورة مشان تتوافق مع الخلفية وأبعاد الصفحة. هذه أول خطوة، إدراج الخلفية. ثاني خطوة عندنا إدراج مثلا اللوجو أو اسم الجمعية. كذلك اللوجو جاهز، جمعية مترجمين العرب. إدراج مسألة تعديل حجم الصورة وما إلى ذلك، مسألة بسيطة كذلك. أظن أن الجميع يعرف كيفية يعني تعديل الصورة وما إلى ذلك.
ايوه ماشي. شو بدي اروح شو هذا اللي اروح؟ صوت صوت مسموع؟ هل صوت مسموع؟ نعم مسموع. بعض الاخوه يعلقون ان الصوت مقطوع ما الى ذلك، ربما يعني ممكن بيكون من عندهم يا استاذ هشام، من عندهم تماما. طيب ادرجنا الاسم الجمعيه، ثاني خطوه هي ادراج اللوجو. طبعا هذه الامور كلها صممتها يعني فريق الفوتوشوب جاهزه او يعني حفظتها على شكل اجزاء، بحيث فقط نرفع الصور على الجوجل سلايد، ما نحتاج نصمم من جديد يعني مواد خام. انا اضفت لوجو يعني صممت لوجو بحيث يعني يكون اسم المختصة الجمعية، يكون باللون الأخضر. هذه فقط إضافة، لا أدري إن كنتم يعني كنتم ترون أنها تفيد الشهادة. نعم، فالتصميم ليس نهائيا، فقط كان نموذج بإمكانكم التعديل عليه. نجي الآن، أول ملاحظة البارح كانت هي إدراج اسم الشهادة أو نوع الشهادة، هل هي شهادة مشاركة، شهادة حضور؟ فهذه شهادة حضور. مليح بحكي مشتاق وسام، هيك طالعة الشعار اللي حطيت انت أضفته كوسام استحقاق من درجة فارس. هتعد ليش اتندنس بكد اليوم؟ لا ايه وين؟ صوتك علي صوتك اخ خالد، اشرح لنا مشان الشباب يعني. استاذ هشام اذا انت عم تحكي احنا مش سامعين اشي. علي صوتك اخي استاذ هشام، ما في صوت. اكتبوا له اكتبوا له الله يرضى عليك يا يلا يلا. لا يوجد صوتنا. لحظة، هو بعت رسالة لكم دقيقة، ما بعرف إذا الإنترنت من عنده أو شيء. يا ريت الجلسة تسجل وتبقى موجودة برضو على صفحة كيوتيوب. إن شاء الله يا دكتور، راح أبعث للأخ الشاكوش ينشره عادي يعني، برضو ثقافة عامة يعني. جميل، موضوع حلو. نعم مفيد جدا. لا يوجد صوت دائما، لا نستمع إلى شيء. في مشكلة نعم. تقنية عند الأستاذ هشام، ثواني هلأ بتنحل وبيكون معنا موجود إن شاء الله. إن شاء الله. ألو أستاذ هشام، سمعينك هلأ. أوكي، الصوت ممكن مشان داخل من حسابين من الموبايل من الجهاز، فممكن مشكلة إنترنت، معذرة. كنا ندرج يعني اسم الشهادة، شهادة حضور. طيب نعمل سنتر، يعني نفس الاختصاص، نفس الخصائص اللي بتظهر لنا بالباوربوينت وبالوورد، يعني مو حاجة جديدة. فنعمل توسيط وما إلى ذلك، يعني فقط عشان شكل الشهادة. نختار الخط طبعا، أي نوع خط يتناسب الشهادة، بولد تايب، حيث تكون بولد تايب كذلك.
اللون مثلا نختار اللون الأخضر. أوكي، هيك صارت عندنا